وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا كاملا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وتوبة قبل الموت وراحة من الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت الفوز بالجنة وما يقربني إليها من قول أو فعل أو ملل وما يقربني إلي من قول أو فعل أو ملل. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حق الله.